أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم، وصدق النبي الكريم، وصدق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وصدق الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وصدقت الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام أجمعين، وصدقت الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، لا مغيرين ولا مبدلين، مقرين غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المنزل على لسان نبيك المرسل، هدية واصلة وتحفة شاملة ورحمة نازلة إلى روح وضريح سيدنا ونبينا محمد المصطفى، وإلى روح وضريح سيدنا ومولانا علي المرتضى، وإلى روح وضريح مولاتنا فاطمة الزهراء، وإلى روح وضريح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإلى أرواح وضرائح الأئمة النجباء صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح وضرائح الأنبياء والأوصياء والصالحين والشهداء، وإلى روح وضريح من اجتمعنا لأجله وسببه الشهيد السعيد ناجي إسماعيل. اللهم اجعل في قبره الضياء والنور، والفسحة والسرور، والكرامة والحبور، والمسك والكافور، والولدان والحور. انقله اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن العظيم بنا ولا به ماحلا، ولا الصراط المستقيم بنا ولا به زالا، وكن اللهم لنا وله جاراً بعد الجيران، وخدناً بعد الأخدان، وحبيباً بعد الأحباء، ومؤنساً بعد المؤنسين. ما أتاك اللهم به من عمل صالح فتقبله منه وما وضاعفه له، وما أتاك اللهم به من عمل سيء فتجاوز اللهم عنه واغفر له. جازفه اللهم في الحساب مجازفة، ولا تناقشه مناقشة. خفف اللهم لنا وله ثقل الثرى، ولا تنسانا وإياه من رحمتك إذا طال المدى، وانقطع من وصلنا حبل الرجاء. إننا إليك يا رباه راغبون، وبك واثقون، وللخيرات مما عندك طالبون. فإذا رفعنا اللهم أيدينا وأبصارنا لجلال وجهك الكريم، فلا تردنا خائبين ولو كنا مذنبين، بل نحن يا رباه مذنبون. ارزقنا سعادة الدنيا والدين، وحرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات على النار أجمعين، وأدخلنا الجنة آمنين لا خزايا ولا نادمين، واسقنا اللهم شربة روية من حوض محمد النبي الأمين، من كف سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. واجعلنا اللهم من أهل
أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمه الله وبارك عليه.